الشوط الرابع، والشوط الرابع مخصص للثنايا الجعادين المهجنات الأصايل لأبناء القبائل، والمسافة 8 كيلومتر مع انطلاقة المتميزين. مع انطلاقة المتميزين ها هي الانطلاقة، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط الغادمة. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط، مع مقدمة هذا الشوط ورشاهين على مقدمة هذا الشوط للسيد علي بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني ناخذ اللي في المركز الثاني، وفي المركز الثاني في هذه اللحظات نشوان للسيد حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي اللي في المركز الثاني. وفي المركز الثالث اللي في المركز الثالث أرى اللي في المركز الثالث عزام، عزام للسيد ناصر بن محمد بن هزيم بن محمد المسافري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع هو اللي في المركز الرابع متعب للسيد عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري. وفي المركز الخامس شلال للسيد احمد بن سعيد بن منانه. وفي المركز السادس مبلش للسيد عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي المري. وفي المركز السابع، المركز السابع نشوف اللي في المركز السابع في هذه اللحظات الذيب للسيد عبد الله بن راشد بن مناخر الاجتبي. وفي المركز الثامن براق للسيد سعيد بن راشد بن غدير الاجتبي. وفي المركز العاشر، المركز العاشر وين المركز العاشر؟ ها هو المركز العاشر، يا سلام يا سلام، وصل وخذ المركز العاشر في هذه اللحظات الذيب للسيد هزيم بن محمد بن عبيد الشمطي الاجتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط، نرجع إلى المقدمة وبنشوف لا زال على مقدمة هذا الشوط شاهين منذ البداية وحتى هذه اللحظات. ها هو شاهين للسيد علي بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر، لكن نشوان بدأ ينتشي، بدأ يتسلل على حساب شاهين إلى مقدمة هذا الشوط للسيد حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي، يندفع إلى مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني شاهين للسيد علي بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر. وفي المركز الثالث، المركز الثالث نشوف وناخذ اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات، أرى اللي في المركز الثالث عزام، عزام في المركز الثالث. ومتى بيعزم عزام؟ هو عزام اللي في المركز الثالث للسيد ناصر بن محمد بن هزيم بن محمد. وفي المركز الرابع شلال للسيد احمد بن سعيد بن منانه. وفي المركز الخامس متعب للسيد عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري. وفي المركز السادس الذيب للسيد عبد الله بن راشد بن مناخر الاجتبي. وفي المركز السابع مبلش للسيد عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي المري. وفي المركز الثامن براق للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز التاسع، المركز التاسع وصل الذيب للسيد هزيم بن محمد بن عبيد الشمطي الاجتبي. وفي المركز العاشر، المركز العاشر ناخذ اللي في المركز العاشر في هذه اللحظات، نشوف اللي في المركز العاشر. ها هو اللي في المركز العاشر، وصل لي في المركز العاشر، أرى اللي في المركز العاشر للسيد محمد بن سيل بن خيرات العامري. هذه النتيجة، واسمه مبلش، اسمه مبلش وهو في المركز العاشر. مسافتنا 8 كيلومتر تكفي للتغييرات وتصرف المالك وهو المضمر أنه يسير مطيته طولة مسافة 8 كيلومتر، يستخدمها في كل كيلو يدري بأداها المتميز دائما، وهو معها دائما في المفحام وفي المركاض، يعرف طاقة مطيته أينما يستخدم الطاقة هذه، شيء يكون قدام وشيء يكون في الوسط وشيء في الخلف، بس عند الكيلو الأخير الأمور كلها تلتم بعضها مع بعض. نرجع إلى المقدمة،
نرجع إلى نشوان للسيد حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي على مقدمة هذا الشوط. لا زال مسيطر ولا زالت الملاحقة والمتابعة من شاهين للسيد علي بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث ناخذ اللي في المركز الثالث عزام. عزام في المركز الثالث في هذه اللحظات. يا سلام يا عزام يا سلام عزام، ها هو عزام في المركز الثالث. الله يسلم، اعتاد عزام يوصل إلى خط النهاية. يا سلام، هو الآن في المركز الثالث للسيد ناصر بن محمد بن هزيم اللي في المركز الثالث. وفي المركز الرابع شلال. شلال يلا يا شلال، بنشلك ولا تشلنا إلى خط النهاية. يا سلام للسيد أحمد بن سعيد بن منانة اللي في المركز الرابع. وفي المركز الخامس براق. براق يبرق، لكن أرى شعار الشمطي بدأ يتسلل على ظهر الذيب إلى المركز الخامس للسيد هزاع بن محمد الشمطي الاجتبي. وفي المركز السادس براق من الجانب الثاني للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السابع الذيب للسيد عبد الله بن راشد بن مناخر الاجتبي. وفي المركز الثامن، المركز الثامن متعب للسيد عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري. وفي المركز الثامن نشوف اللي في المركز الثامن ولا المركز التاسع. المركز التاسع اللي في المركز التاسع في هذه اللحظات مبلش للسيد عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي المري. وفي المركز العاشر ايضا مبلش للسيد محمد بن سهيل بن خيرات العامري. هذه النتيجه، هذه النتيجه. ونشوان، نشوان لا زال ينتشي على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام على هذا الأداء، الأداء المتميز الذي قدمه نشوان على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا نشوان، نشوان وهو على المقدمة للسيد حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي على مقدمة هذا الشوط. مع نشوان والف من المركز الثاني شاهين للسيد علي بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر. المركز الثالث الذيب للسيد هزاع بن محمد الشمطي الاجتبي. وفي المركز الرابع شلال للسيد أحمد بن سعيد بن منانة. وفي المركز الخامس، المركز الخامس الذيب، الذيب للسيد عبد الله بن راشد بن مناخر الاجتبي. يسوي حركات، يا سلام يا سلام يا الذيب، يا سلام يا الذيب، يبي يتريق. شوف 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 الحركة، شوف الحركة. يا سلام يا سلام على الذيب، يا سلام، بدأ يتريق، بدأ يتريق ويفتح نفسه على الأداء المتميز. ها هو الذيب اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا أبو راشد على هذا الأداء المتميز. ننتقل إلى المركز السادس. المركز السادس هنا اللي في المركز السادس متعب للسيد عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري. وفي المركز السابع، المركز السابع أرى اللي في المركز السابع مبلش للسيد عبد الهادي بن رايد بن عبد الهادي المري. وفي المركز الثامن، المركز الثامن هنا اللي في المركز الثامن مبلش للسيد محمد بن سهيل بن خيرات العامري. وفي المركز التاسع، المركز التاسع نشوف اللي في المركز التاسع بعيد عن، بعيد عن المركز التاسع ولا قريب، بنشوف ابعاد ولا قريبين للمراد بس وصول خط النهايه. براق في المركز التاسع للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجه. ونرجع الى المقدمه مع مخرجنا ابو عدنان، المخرج دائما متواصل معنا ومع قناه دبي ريسنج. نشوف الان الى المقدمه مع نشوان، وها هو نشوان لا زال مسيطر حتى هذه اللحظات للسيد حميد بن سلطان بالكديده الفلاسي على مقدمه هذا الشوط. المركز الثاني شلال، شلال ومبلش، شلال ومبلش، مبلش مبلش يغير، ينتقل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. يا سلام للسيد عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي
المري يغير إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني شلال السيد أحمد بن سعيد بن منانه اللي في المركز الثالث، وفي المركز الرابع الذيب للسيد عبد الله بن راشد بن مناخر الاجتبي، وفي المركز الخامس متعب للسيد عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري، وفي المركز السادس ايضا مبلش للسيد محمد بن سهيل بن خيرات العامري، وفي المركز السابع براق للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثامن الذيب للسيد هزاع بن محمد الشمطي الاجتبي، وفي المركز التاسع ها هو اللي في المركز التاسع شاهين للسيد علي بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر. هذه النتيجة. المركز العاشر ها هو اللي في المركز العاشر للسيد هزيم بن محمد بن هزيم اللي في المركز العاشر. هذه النتيجة ونرجع إلى مقدمة هذا الشو. وأرى تغيير من مبلش يغير ينتقل إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات للسيد عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي المري المركز الثاني الذيب، المركز الثاني للسيد عبد الله بن راشد بن مناخر الاجتبي. يا سلام يا سلام يا الذيب يندفع إلى مقدمة هذا الشوط. الذيب على المقدمة، الذيب للسيد عبد الله بن راشد بن مرخان الاجتبي. يا سلام للسيد عبد الله بن راشد بن مرخان الاجتبي، انا قلت البن مناخر لكن هو للسيد عبد الله بن راشد بن مرخان الاجتبي. يا سلام يا الذيب ويا سلام يا حركات الذيب. ها هو الذيب على مقدمة هذا الشوط للسيد عبد الله بن راشد بن مرخان الاجتبي. يا سلام يا سلام، مبلش 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 ومبلش مبلش ومبلش مبلش للمري ومبلش للعامري. مبلش الآن يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي المري، ومبلش في المركز الثاني للسيد محمد بن سهيل بن خيرات العامري. يا سلام يا مبلش، بنقول سلام سلام عليكم يا أهل المملكة، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة. تهانينا للسيد عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي المري على فوز مبلش بالمركز الأول وعلى هذا الأداء المتميز الذي قدمه في يوم التميز. المركز الثاني مبلش للسيد محمد بن سهيل بن خيرات العامري، المركز الثالث براق للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز. التوقيت الزمني ساعة وصول مبلش إلى خط النهاية 13 دقيقة 28 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي المري، وفي المركز الثاني مبلش 13 دقيقة 29 جزئين من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن سهيل بن خيرات العامري براق في المركز الثالث 13 دقيقة 30 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي المركز الرابع الذيب، للسيد عبد الله بن راشد